بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الثانوية الصناعية، نظام ال3 سنوات وال5 سنوات، أهلا وسهلا بيكم، وبرنامج تعليمي يتجدد بكم دائما وأبدا في بيتنا مدرسة. أعزائي الطلاب، انقطع شوط كبير جدا جدا من بداية العام الدراسي، وتواصلنا مع مادتنا الجميلة جدا، مادة التكنولوجيا العامة المقررة على أكثر من قسم من أقسام الصناعات الميكانيكية داخل المدارس الصناعية، سواء كانت نظام ال3 سنوات أو ال5 سنوات، قسم تشغيل المعادن، قسم تشكيل ولحام المعادن، قسم الأجهزة الدقيقة، قسم السباكة والنماذج. كل الأقسام دي بتدرس مادة جميلة جدا اسمها مادة تكنولوجيا عامة، مقررة على أبنائنا طلبة الصف الأول الصناعي. تناولنا على مدار عدة حلقات عمليات التشغيل اليدوية، تناولنا عمليات النشر ما لها وما عليها من احتياطات سلامة وصحة مهنية عند استخدامها، تناولنا أيضا عمليات البرد والتي تلي عملية النشر مباشرة، وقلنا لحضراتكم إزاي بنتعامل بعمليات البرادة بعد إجراء عمليات النشر. النهاردة بإذن الله هنتناول موضوع مهم جدا جدا جدا، على الرغم من عدم حداثة الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، الا ان مفيش مصنع من المصانع، مفيش ورشه صناعيه خارج النطاق التعليمي، مفيش ورشه باي مدرسه صناعيه الا ما بتتعامل مع النوعيه او العمليه اللي هنقول لحضراتكم دلوقتي سريعا اسمها ايه. واعتقد ان معظم طلابنا اللي متابعين معانا، طالما اتكلمنا على عمليات النشر اليدوي وتناولنا ايضا عمليات البراد اليدويه، فبالطبيعي سمع حضراتكم قبل ما انطق موضوع الحلقه بتاعنا، قلت له يا مستر محمد ان شاء الله هنتكلم على موضوع الثقب، بقول لكم جميل، عشان كده بقول لكم ما تروحوش بعيد وخليكم معايا لمشاهده الحلقه الجميله بتاعتنا، وهنتناول موضوع مهم جدا جدا وهو الثقب اليدوي. هنتناول باذن الله ما له وما عليه من احتياطات سلامه وصحه مهنيه عند اجراء عمليات الثقب، هل هناك انواع لمعدات وادوات الثقب، وهل هناك ما يسمى بالثقب اليدوي او الثقب الالي. وطالما قلنا يا اولاد احنا عندنا ثقب الي وثقب يدوي، عايزين نعرف من حضراتكم، او احنا هنعرفكم بطبيعه الحال، ولكن بمشاركتكم الايجابيه معانا والتفاعليه هنقول لكم ماذا نعني بالثقب اليدوي، وايه هي العمليات اللي يمكن اجراءها بعمليات الثقب اليدوي. ايضا هنتناول المعدات المختلفه جدا جدا بالنسبه للثقب الالي، واللي هنعرضها لحضراتكم بشيء من التفصيل. المفاجاه بقى في حلقتنا النهارده باذن الله ان هنعرض لحضراتكم ازاي لما بتبدا تتوجه لسوق العمل ان شاء الله، وحضرتك او خاصه ان لو بعض الطلاب لديهم الامكانيات او الامكانيات او المشاريع اللي بتبدا توفرها الدوله بالنسبه لطلاب التعليم الفني في امتهان المهن المختلفه وفتح المشاريع الخاصه بعد اتمام عمليه الدراسه الخاصه بنا، سواء كانت الثلاث او ال5 سنوات. بنقول لكم هنعرفك النهارده باذن الله ازاي تجمع، لو عندك مسقاب ازاي تقدر تجمع المسقاب ده، وازاي تشوف المواصفات اللي جايه لك من قبل الشركه المصنعه لتلك المنتج. عشان كده بنقول لكم ما تروحوش بعيد وخليكم معانا، وسريعا ندخل على حلقتنا النهاردة بإذن الله ونتناول معاكم أول جزئية في الشغل بتاعنا النهاردة، ماكينات الثقب. بس قبل ما نشتغل ونقول لكم ماذا نعني أو أنواع تلك الماكينات، بنقول لكم إن تعريف عملية الثقب. أول دايما عزيزي الطالب عود نفسك قبل ما تشتغل على نوعية معينة من أنواع العمليات، اعرف ماذا نعني بتلك العملية. قلنا لك نشر، اعرف يعني إيه نشر. قلنا لك برادة، اعرف ماذا نعني بمصطلح برادة. هنتكلم النهاردة بإذن الله على ماكينات الثقب، عايزك تعي تماما وتدرك تمام الإدراك ماذا نعني بعملية الثقب. عشان كده بقول لحضرتك إن عملية الثقب دي تعتبر إحدى عمليات القطع. واحد بيقول يا مستر حضرتك من الحلقه اللي فاتت واللي قبلها قلت لنا في بعض العمليات بتعتبر احدى عمليات التشكيل، والنهارده حضرتك بتقول لي احدى عمليات القطع، وهل هناك اختلاف ما بين عمليه القطع وعمليه التشكيل؟ بقول لك جميل وسؤال رائع من طالب رائع، وبنقول لكم ان بالفعل عمليه القطع هي عمليه تسمى عمليه قطع نظرا لخروج رايش جراء تلك العمليه، يعني انا لو عندي رايش بيتم خروجه، رايش او عمليات او اجزاء من المعدن تم قطعها او تم ازالتها باي عمليا كانت، فبتسمى عملية قطع. أما أنا لو بأجري عملية على المنتج ولا يصحبها خروج رايش، وبالتالي تسمى عملية تشكيل. عشان كده بقول يا مستر طب أنا عايز مثال على التشكيل، طالما قلت لي مثال على القطع، بقول لحضرتك
مثال على التشكيل. زي ايه يا اولاد؟ زي عمليات السحب، زي عمليات الدرفله. ولكن سريعا نرجع لموضوعنا المهم جدا جدا، وهو عمليه الثقب. بنقول لكم ان عمليات الثقب دي بتعتبر احدى عمليات القطع واللي بتستخدم للحصول على الثقوب في المنتج. طالما باجري عمليه قطع بواسطه اداه، يبقى الغرض من اجرائي او استخدام تلك الاداه هي حدوث ثقوب في المنتج. قد تختلف هذه الثقوب باختلاف اقطارها، ونقول لحضراتكم ازاي نتعامل مع تلك الاختلافات في تلك الاقطار. غالبا ما تتم هذه العمليه اللي هي عمليه القطع او اجراء عمليه التقب دي، بتتم بواسطه ريشه ثقب اللي احنا بنسميها ايه يا اولاد؟ حد يقول لي كده الريشه دي اللي احنا بنسميها ايه؟ جميل يا مستر محمد، دي اللي احنا بنسميها البنطه. جميل جدا، اشكرك. دلوقتي بالنسبه لاداه الثقب اللي بنستخدمها واللي مصممه خصيصا لاجراء عمليه التقب دي، بنسميها البنطه. يبقى حضرتك لو تناولت في السوق الخارجي او في مجال الصناعه، يقول لك هات لي الريشه بالديامتر بتاعها او بالقطر بتاعها سي 3 او 5 او 6 او 7 ملم، فما تستغربش خالص لو واحد تاني قال لحضرتك انا عايز البنطه بالديامتر بتاعها او القطر كذا. يبقى اذا مصطلح الريشه هو مصطلح البنطه. طيب البنطه دي يا اولاد او اداه القطع اللي هتقوم بعمليه القطع دي بمزوده، بايه يا مستر محمد؟ بمزوده بمجاري حلزونيه. ونركز كويس جدا جدا في المصطلحات قبل ما نعرض لكم الاشكال الخاصه بالبنط بتاعتنا. المجرى دي او الريشه دي مزوده بمجاري. المجاري دي طالما قلت لك قنوات، بنسميها باللغه العلميه بتاعتنا مزوده بقنوات. القنوات ديت بتاخد شكل مجرى، وهنوضحها لحضراتكم دلوقتي. الهدف منها ايه؟ حد يقول لي يا اولاد الهدف من وجود القنوات او المجاري دي داخل الاداه اللي هنستخدمها اللي احنا بنسميها البنطه؟ رائع. طالب بيقول يا مستر محمد الهدف منها هي خروج سهوله خروج الرايش. جميل، وطالما قلنا سهوله خروج الرايش، يبقى اذا لابد من كيفيه العمل بتلك الاداه او البنطه اللي هنعرضها لحضراتكم دلوقتي. نرجع مره ثانيه بحضراتكم للمصطلح الخاص باجراء عمليه التاب، وقلنا لكم ان البنطه دي مزوده بمسار حلزوني لخروج الرايش، وايضا بتستخدم ادوات تقب مختلفة. ونركز بقى في الجزئية اللي جاية لكم ديت يا ولاد. أنا قلت لك بتستخدم أدوات تقب مختلفة تبع للمادة التي تثقب بها. حلو، يعني إيه يا مستر محمد الكلام من ده؟ يعني مستر محمد أنا لو بتقب في خشب أو بتقب في بلاستيك أو بتقب في ستيل في معدن، بتختلف أداة القطع باختلاف نوع المعدن. ونركز في الجزئية دي عشان هنحتاج لها فيما بعد النهاردة بإذن الله. يبقى إذن بتختلف أداة القطع اختلاف كليا مع نوع المنتج المطلوب تقبه. يعني يا مستر محمد بنوع المنتج المطلوب قطعه أو المطلوب تقبه؟ يعني أنا لو هتقب بلاستيك أو هتقب خشب أو هتقب ستيل، كل ماتيريال او كل معدن من المواد دي له اداة قطع تتناسب مع مواصفات المعدن، وهنقول لحضراتكم ازاي بيتم اختيارها. وايضا مش كده وبس يا اولاد، ايضا بتختلف اختيار الاداه او بيختلف المثقاب باختلاف حجم المشغوله نفسها. يعني لو عندك مشغوله صغيره كده او مشغوله كده او مشغوله او او او، بتختلف باختلاف اداه التقب نفسها. وده اللي هنعرضه لحضراتكم بشيء من التفصيل. وطالما قلنا بشيء من التفصيل، يعني هنعرض لحضرتك انواع المثاقيب، وهنقول لك كل نوع من انواع المثاقيب دي بي 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 بيتحمل سرعات قطع قد ايه، واداه القطع اقصى قطر يمكن تركيبه او اقصى قطر لاداه القطع يمكن تركيبها على نوعيه المثاقيب دي، هنقولها لحضراتكم بشيء من التفصيل في الحلقه بتاعتنا. عشان كده بنقول لكم باذن الله النهارده حلقتنا هتكون جميله جدا جدا، استفاده عامه للجميع. عشان كده بنقول لكم تابعونا وما تروحوش بعيد وخلوكم معانا. نرجع مره ثانيه ل عملية التاب. قلنا لكم بتستخدم أدوات تاب مختلفة تبع للمادة التي تثقب وقطر التقب نفسه وعدد الثقوب وزمن الإنجاز في عملية التاب. واحد بيقول لي يعني يا مستر محمد زمن الإنجاز بيتوقف عليه اختيار نوع أداة القطع؟ جميل جدا. أنا على سبيل المثال لو أنا محدد ليا زمن الإنجاز ده يا أولاد بيتوقف عليه سعر بيع المنتج. بمعنى إيه يا أولاد؟ يعني أنا لو استخدمت أداة قطع غير صالحة للاستخدام،
المباشر، او استخدمت اداه قطع في الغرض الغير مخصص ليه، هيترتب عليه عوامل كتيره جدا، من ضمنها، من ضمن تلك العوامل ليس الحصر، من ضمنها زياده زمن انجاز، او بنسميه زياده الانتاج، زياده وقت التشغيل او زياده زمن الانتاج. وطالما زمن الانتاج زاد بيترتب عليه زياده في سعر البيع، وطالما سعر البيع زاد يا اولاد بيترتب عليه عدم القبول المرضي بالنسبه للمنتج بتاعي، وبالتالي ما اقدرش انافس منتجي بنفس المنتج مع شركه او مع عميل اخر. اذا لابد من اختيار اداه القطع في المكان المخصص لها او في الغرض المخصص لها، مع الاحتفاظ بصلاحيه العمل على تلك المساقيب، واللي هنوضحها لحضراتكم. ده الشكل اللي في الكادر اللي قدام من حضراتكم. جمع معايا كده كل الكلام اللي انا لسه عارضه لحضرتك دلوقتي. انا قلت لك عندنا الريش او البنطه دي مزوده بمجاري. شايف شكل المجاري دي؟ طبعا على فكره البنط بتختلف باختلاف المعادن زي ما انا قلت لحضرتك، بس انا جايب لك هنا مثال. الغرض من المثال اللي قدام حضرتك ده بوضح لك شكل المجاري دي. شايفين يا اولاد شكل المجرى دي؟ شايفين شكل المجاري دي؟ وهقول لك يا مستر ايه الغرض من الزاويه دي؟ هعرض لك يا جميل واقول لك الزاويه دي الغرض منها ايه؟ وهل عندنا زاويه واحده بس في البنطة او في الريش اللي بنستخدمها في اجراء عمليه التقب؟ ده اللي انا هقوله لحضرتك بالفعل، بس تابعني وخليك معايا. طيب هرجع لحضرتك مره ثانيه للغرض الاساسي من وجود تقوم بعمليه التقب. في رش بيخرج، الرش ده هيخرج فين؟ تخيل كده معايا بذهن حضرتك كده ان اداه القطع اللي عند حضرتك ما فيهاش المجاري اللي شفناها من شويه دي. ايه اللي هيحصل يا اولاد؟ هتتولد درجه حراره عاليه، وطالما ده تولدت درجه حراره عاليه بالتالي بتؤدي الى ارتفاع درجه حراره الحد القاطع، وطالما الحد القاطع اللي احنا بنسميه يا مستر محمد البنطه او الريش اللي عندنا ارتفعت درجه حرارتها، فبالتالي هتتكسر اداه القطع دي. فعشان يتحل الموضوع ده من قبل المصممين لتلك الادوات، قال لنا ايه؟ قال في التصميم لابد من وجود مجاري حلزونيه بتكون محفوره فين يا اولاد؟ داخل جسم البنطه، بحيث لما الرنش يجي يخرج منين يا اولاد؟ يخرج من تلك المجاري، وبالتالي درجه الحراره ما يتمش او ما بترتفعش بحيث ان هي تؤدي الى كسر او تلف تلك البنطه. يبقى هنا عرضنا لحضراتكم على الكادر اللي قدام منين، احنا نرجع له سريعا دلوقتي، وقلنا لكم ان الهدف من وجود المجاري ديت يا اولاد هي سهوله خروج الرايش. طيب نيجي لجزء مهم جدا جدا، انواع المتاقيم. بس قبل ما اقول لحضرتك انواع المتاقيم، واحد بيقول يا مستر محمد هو انا لما اتوجه لسوق العمل ان شاء الله بعد ما اخلص مرحله التعليم الخاصه بيا، او لو انا هفتح مؤسسه او هشارك اكتر من زميل ونفتح ورشه صناعيه لحد ما نكبر زي ما الناس بتشتغل، او لو انا هستثمر الامكانيات اللي الجهات المسؤوله بتبدا توفرها لي بعد التخرج وهفتح مشروع، هو انا هفتح المشروع بتاعي بس كده يا مستر محمد هيكون اسمه مسقاب؟ يعني هنقول نروح الورشه الفلانيه بتاعت المسقاب عند الشخص الفلاني؟ لا يا مستر، لا يا جميل. بنقول لحضرتك ان على الرغم من ان المسقاب ده بيعتبر من اقدم اساليب تشغيل المواد، الا ان مفيش ورشه، مفيش مؤسسه صناعيه، مفيش مؤسسه تعليميه بيخلو منها المسقاب. لان يا اولاد لو جينا تخيلنا كده، مفيش اي منتج بيتم استخدامه خارج اي عمليه انتاج الا ما بيكون فيه عمليه تقب تم اجراءها، سواء كانت عمليه التقب دي الغرض منها مراحل هتتلو عمليه التقب، سواء كانت برشمه، ومش عايزين نسبق معاكم الاحداث، ولكن احنا هنربط الموضوعات ببعضها. يعني ايه؟ يعني ايه يا مستر محمد الكلام ده؟ حضرتك بتقول لنا ان المسقاب ده بيعتبر من اقدم اساليب تشغيل المواد. مفيش النهارده فكثير من المواد اللي حضرتك بتبدا تستخدمها، سواء كانت خشب، سواء كانت معادن، سواء كانت لدان، بتسقب بواسطه عده خاصه ذات اشكال مناسبه تسمى المساقيب. حلو جميل يا مستر، اللي احنا قلنا لكم عليها اللي هي اداه التقب، وبالنسبه للمساقيب هنعرضها لحضرتك حالا. طيب بتستخدم ايضا لعمل الثقوب والتجاويف الاسطوانيه. طبيعه الحال احنا قلنا لحضراتكم ان شكل اداه القطع دايما العملية اللي بيتم إنتاجها بتاخد شكل الأداة اللي تم القطع بيها. الأداة اللي أنا هقطع بها هنا يا أولاد عبارة عن شكل دائري، وبالتالي التقب الثقب وبكرر مع حضرتك بقول لك الثقب اللي عندك هياخد شكل مين يا أولاد؟ هياخد شكل دائري، لأن الشكل الدائري ده يا أولاد كان شكل مين؟ كان شكل أداة القطع اللي اسمها البنطة. جميل، الله ينور عليكم. طيب نرجع مرة تانية بحضراتكم ليه؟ غالبا ما تكون عمليات التقب، نركز بقى في المصطلح او في الفقره اللي انا هقراها على حضرتك دلوقتي. غالبا ما تكون عمليه التقب والتخويش اساس لعمليات البرشمه
اول برغله. معلش يا مستر محمد ما تقراش لنا الكلام سرد كده وتقلب السلايد الثانيه واحنا ما فهمناش اخر فقره حضرتك بتقولها. ايه هي يا جميل اخر فقره؟ اخر فقره بتقول لنا هنا يا اولاد غالبا ما تكون عمليه التأب والتخويش اساسا لعمليه البرشامه او البرغله. واحده واحده كده مع بعضنا ناخد نشوف الوضع بتاع او 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 بنسميه الستبس او الخطوات بتاعه المنتج هنتعامل معاها ازاي الى ان نصل الى ما يسمى بالبرشامه او البرغله. طبيعه الحال المنتج لما بيجي لك بعد ما بتتم عليه اجراءات عمليات النشر بتتلوها عمليه براده. حلو قوي. عمليه براده مش عايزين نقول لكم الغرض منها ايه، لان احنا الكلام ده اتكلمنا فيه في حلقات سابقه. بعد عمليه البراده حضرتك بتيجي تقوم بعمليه تأب، وهقول لك بتنفذ عمليات التأب ازاي على تمرينات حيه حضرتك هتنفذها داخل الورشه في مدارسنا الصناعيه. جميل. طيب بعد ما بنعمل عمليه التأب ده ربما او وارد يكون التأب ده مرحله منتهيه. بقول لحضرتك مرحله منتهيه في المنتج. يعني ايه مستر محمد مرحله منتهيه في المنتج؟ يعني مفيش عمليات تانية هتتم في المنتج ده الا عمليه التأب دي بس، وبالتالي بيتطلب بقول لحضرتك اجراء ما يسمى بتنعيم لهذا الثقب. الغرض منها جودة تشطيب، الغرض منها تنعيم التقب اللي تم ثقبه مسبقا. يبقى هنا تعبنا لو التقب اللي موجود عند حضرتك هيتم في المنتج بتكون عملية منتهية، يعني مفيش حاجة تانية هتشتغل بعد ما عملت عملية التقب، فبالضروري ان انا نعم التقب ده عشان احصل على جودة تشطيب عالية، وبالتالي جودة التشطيب العالية دي والتنعيم ده هحصل عليه منين يا اولاد؟ هحصل من عليه من عملية تسمى عملية البرغلة، ودي هنتناولها مع حضراتكم بشيء من التفصيل باذن الله. طيب بعد ما عملنا، طيب الحالة التانية يا مستر محمد عندي ده هيتلوه عملية تانية. يعني ايه يا مستر محمد هيتلوه عملية تانية؟ يعني انا لو هجمع قطعتين مع بعض، نركز كده مع بعضنا، لو انا هجمع قطعتين مع بعض، عملت تقب في القطعة دي وتقب في القطعة دي، والتقبين على نفس المسافة، بالتالي تلاقم لما بص كده من التقب ده هلاقيه مفتوح في القطعة التانية، وبالتالي الاتنين تلاقم في 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 في, في موضع واحد. طيب الاتنين دولت هيتجمعوا مع بعض ازاي يا مستر محمد؟ او ايه اللي هيمسك القطعتين دولت مع بعض؟ عن طريق ما يسمى بمسمار البرشام. تاني لو حضرتك جيت تبص دلوقتي في اي عمليه او اي منتج في السوق عندنا بتلاقي فيه مسمار اسمه يقول لك ايه ده، القطعتين دولت الجزء ده متبرشم في بعضه بايه يا اولاد؟ بما يسمى بمسامير البرشام. طيب ايه هي العمليه التي سبقت تلك العمليه اللي احنا بنسميها عمليه البرشامه؟ رائع، فعلا عمليه التعب سبقت عمليه البرشامه. طب دي حاله يا مستر محمد. الحاله الثانيه اللي حضرتك بتعرضها لنا دلوقتي بتقول لنا ان وارد بعد عمليه البرشامه دي حضرتك بتقول لنا هنا فيما يسمى بعمليه التخويش. ماذا نعني بالتخويش؟ حلو قوي. حضراتكم في قسم ايه يا اولاد؟ جميل. واحد بيقول لي يا مستر محمد انا في قسم اجهزه دقيقه. جميل. واحد بيقول لي يا مستر محمد انا في قسم تشغيل معادن. واحد بيقول لي يا مستر محمد انا في قسم لحام وتشكيل. واحد بيقول لي يا مستر محمد انا في قسم سباكه ونماذج. التخويش ده هيشتغل عندي زي بقول لحضرتك مثال بسيط متواجد عند حضراتكم جميعا داخل القسم اللي حضرتك بتمتهن مهنته. لو حضرتك جبت تبص على المقشطه اللي موجوده عندك في دليل بيتحرك حركه تردديه. حلو قوي. اللي احنا بنسميه ايه يا اولاد؟ اللي احنا بنسميه التمساح. الدليل ده موجود في مسامير رباط ماسكه الدليل ده. بس واحد بيقول لي يا مستر محمد مسامير الرباط دي لو بارزه الحركه ما هتتمش. طب نعالج الكلام ده ازاي يا جميل؟ قال لك بيت دماغ المسمار دي في جسم الدليل. حلو. نرجع للحته اللي زميلكم بيقول عليها ديت يا اولاد، وهي بقول لك ايه؟ بيت جسم المسمار او دماغ المسمار في الدليل على اساس لما الحركه تيجي تشتغل ما تعكش الحركه، يعني هو والسطح يكون واحد، هو والجسم الاساسي يكون واحد. طب تبيتها ازاي بقى يا مستر محمد؟ بص يا جميل هقول لحضرتك على حاجه. احنا عملنا عمليه التأب، مسمار البرشام ده القطر بتاعه بياخد نفس قطر مين يا اولاد؟ نفس قطر التقب عشان ينزل فيه. كلام جميل. طيب مسمار البرشام ده له راس مخروطيه، يعني قاعده صغرى وقاعده كبرى. طب ازاي دي هتتبيت؟ هتتبيت باستخدام اداه اسمها المخواش. براحه واحده علينا يا مستر محمد، ما تلمش الموضوع في جزئيه واحده. جميل. حاضر. هقول لحضرتك تاني. حاضر يا جميل. انا عندي دلوقتي انا تعبت تقب في الدليل بتاع التمساح بتاع المقشطه.
حلو كده، وكلنا شايفين الثقب لما بنيجي نجري عمليه صيانه. جميل حلو. طيب الدليل ده لما بيجي يتمسك هيتمسك بايه؟ بمسمار. وطالما قلت لك دليل يعني في حاجه بتتحرك عليه. المسمار ده لو اتربط في الدليل وكان فيه بروز بالتالي هيعوق الحركه. جميل جدا. طب اذا انا كمصنع المفترض ان انا باتقه بثقب بحيث لما اجي اربط دماغ المسمار اللي واخده شكل مخروط على سبيل المثال للحصر، المفترض ان المسمار ده يا ولاد يبيت فين يا مستر؟ يبيت في جسم الدليل. طيب ازاي؟ العقل بيقول يا مستر محمد حضرتك بتقول انت دلوقتي تعبت، طيب ودماغ المسمار واخده شكل مخروطي، البنطه اللي انا تعبت بيها كانت بنطه اسطوانيه. جميل حلو. طب امال ايه بقى؟ هل البنطه دي تصلح الى ان يتم بها تنفيذ مخوش رغم ان المخوش واخد شكل مخروطي؟ بقول لك لا يا جميل، نستخدم اداه اسمها المخواش. تاني نستخدم اداه مكان البنطه اسمها الايه؟ المخواش، بحيث ان المخواش ده، وسبق قبل كده انا قلت لك ان شكل المنتج بياخد شكل اداه القطع. انا لما اركب مخواش المنتج اللي عندي هياخد شكل مين يا اولاد؟ هياخد شكل المخواش. جميل. وبالتالي بمواصفات معينه هنشرحها لحضراتكم بشيء من التفصيل في اجراء عمليات التخويش، ولكن انا عايز افسر لحضرتك بحيث تهضم مني الكلام، ما تفوتش حاجه من غير بدون فهمها خالص. احنا بنقول لحضرتك ما تحفظش الشيء، ولكن بقول لحضرتك امشي معايا ستيب باي ستيب لحد ما حضرتك تصل الى مرحله الابداع والفهم في المصطلح اللي بنعرضه لحضراتكم. يبقى اذا غالبا ما تكون عملية التأب والتخويش أساسا لعمليات البرشمة بتكون تجهيز لعملية البرشمة والبرغلة. حاضر. طيب هل بتختلف زي ما قلنا لكم أنواع المساقيب؟ هل أنواع المساقيب دي يا ولاد بتختلف؟ واحد بيقول لي يا مستر محمد بص ما تستعجلش معلش في الإجابة، فكر شوية وبعدين جاوب عليا. طيب السؤال ايه يا اولاد؟ انا بقول لحضرتك هل بتختلف انواع المساقيب؟ وعايز اسمع منكم. جميل. زميلكم بيقول يا مستر محمد بالفعل لابد من اختلاف انواع المساقيب. قلت له ليه بتختلف انواع المساقيب؟ قال لي يا مستر محمد بتختلف انواع المساقيب باختلاف نوعيه وقطر البنط. جميل رائع. يعني ايه؟ فسر لي يا جميل الجزئيه ديت. قال لي يا مستر محمد طالما احيانا او ده الطبيعي ان عندي ادوات ان عندي مساقيب بتتحمل اقطار لحد ليميت معين، سي مثلا بتتحمل لحد 13 مللي، وبالتالي انا لو عايز اتقب تقب سي 20 مللي ما يصلحش معايا مين يا اولاد؟ المتقاب اللي اقصى قطر يمكن تركيبه فيه لاداه القطع هو ال 13. واضح الجزئيه دي؟ وهنعرضها لحضراتكم دلوقتي. اذا بتختلف، بنقول لحضراتكم مره ثانيه، اذا بتختلف الات التقب باختلاف نوعيه وقطر الريش، وانا حاطط لحضرتك كده ما بين قوسين عشان ما تستغربش المصطلح، بتختلف الات التقب باختلاف نوعيه وقطر التقب المراد استخدامه، كذلك تختلف باختلاف المعدن المراد قطعه. يعني ايه يا مستر محمد؟ يعني انا لو هتقب بلاستيك بتختلف اداه التقب البنطه عندي، لو هتقب خشب بتختلف الاداه اللي عندي، لو هتقب ستيل او هتقب معدن بتختلف اداه القطع تبعا لاختلاف بتبع الاختلاف نوع المعدن المطلوب قطعه. طيب تعالوا مع بعضنا كده نحصر انواع المساقيب دي. انا بحصر لحضرتك انواع المساقيب في نوعين يا اولاد. عندي مساقيب كهربيه يدويه متحركه، وعندي مساقيب تانية اليه ثابته. واحده واحده يا مستر محمد قبل ما تعرض لنا الحصر اللي حضرتك بتقوله ده، قول لنا يعني ايه مساقيب يدويه كهربيه؟ يعني يا جميل، يعني يا جميل مسقاط يمكن حمله باليد، يعني حضرتك ممكن تشيل المتقاب ده، اداه الثقب دي اللي بنعرضها لكم بنقول لكم مساقيب يدويه كهربيه، حضرتك ممكن تشيلها في يدك وتتحرك في مكان ما وتقوم بعمليه التقب. وعندي مساقيب اليه ثانيه لا يمكن حملها، وبالتالي هناك بتختلف عمليات الانتاج اللي يمكن تنفيذها سواء كانت على المساقيب اليدويه الكهربيه او على المساقيب الاليه. الكلام وحشكم؟ طب نرجع سريعا ونشوف الدنيا ماشيه معانا ايه بالاشكال بتاعتنا. ايضا الشكل اللي هنعرضه لحضراتكم ده، بص كده يا جميل على الكادر، وهسيب حضرتك كده لبضع ثواني وتقول لي يا جميل انا لسه عارض لحضرتك دلوقتي حالتين من الحصر، هتقول لي الاشكال اللي قدام حضراتكم دي تتبع اي نوع؟ بس ما تستعجلش،
ما تستعجلش في الرد عليا، بس شوف انا بقول لحضرتك ايه. انا بقول لك، انا قلت لك عندي نوعين من المساقيب، اما مساقيب واما مساقيب. الاشكال اللي قدام حضراتكم دي تتبع اي سلاله من انواع المساقيب، وهقول لك مفاجاه دلوقتي. النوع اللي حضرتك هتقول لي عليه هعرض لحضرتك فيديو بنقول لحضرتك بيشتغل ازاي، عشان كده اوعى تسيبني وتقوم من قدام الشاشه وكمل معايا دلوقتي. ها، واحد زميلكم بيقول لي يا مستر محمد، بقول يا مستر محمد بالفعل المساقيب اللي حضرتك عارضها علينا دلوقتي مساقيب كهربيه يدويه. حلو قوي. ده شكل قدام مننا اهو يا اولاد، ده شكل مسقاب يدوي. حلو. وده شكل برضك مسقاب اللي احنا كنا بنسميه ايه، جميل. واحد بيقول يا مستر محمد اللي السائد او عامه المجتمع بيقول عليه الشنيور. الله ينور عليكم. طيب نيجي بعد كده للمسقاب اللي واخد الشكل ده كده. طيب لاحظ حاجه بقى، طالما هتستخدم اداه معينه، احنا كلنا كده كتخصص ميكانيكا عامه، طالما هتستخدم اداه لابد من معرفه طريقه تشغيل تلك الاداه. وقبل ما تعرف طريقه التشغيل، اعرف لي المكونات بتاعه المنتج او بتاعه الاداه اللي حضرتك هتشتغل بيها. ده الطبيعي، اي اداه انا المفترض هشتغل بيها، قبل ما اشتغل بالاداه دي اعرف مكونات الاداه دي ايه، واقصى ليميت او اقصى حد للسرعات اللي يمكن العمل بيها او استخدامها على تلك الاداه لابد من معرفتها كويس جدا جدا. وسريعا هنرجع بحضراتكم لمين يا اولاد، للاشكال الثابته الخاصه بالمساقيب. احنا عندنا هنا قدام حضراتكم على الكادر اللي قدام مننا، لو اخذنا الجزء اللي واضح على شمال حضرتك وانت قاعد بتبص عليا دلوقتي، عندك يد المرفق من فوق اهيت، يد مرفقيه اهيت، وعندي البودي او الجسم بتاع اداه الثقب نفسها، وعندي ترس. طالما قلت لك رائع، الله ينور عليك، وكان حضرتك اخذت السؤال من على لساني دلوقتي وانا بقول لك. زميلكم اول ما قلت عندك ترس، واحد بيقول لي يا مستر محمد يعني الحركه هنا هتتنقل عن طريق التروس. الله ينور عليكم. طالما قلت لك عندك ترس، اذا الحركه اللي هتتم عندك هتتم من خلال مين؟ من خلال مجموعه التروس اللي احنا شايفينها دي. حلو. طيب وانا عندي ظرف يا مستر محمد، الله ينور عليكم يا اولاد، انا عندي ظرف اهوت. الظرف اللي موجود قدام حضرتك ده هيتم تركيب مين فيه يا اولاد؟ هيتم تركيب اداه القطع. الله ينور عليكم. اللي اسمها ايه يا اولاد؟ اسمع منكم، اللي اسمها البنطه. رائع رائع يا اولاد، الله ينور عليكم. طيب نرجع مره ثانيه اللي عرضنا لحضراتكم دلوقتي الاجزاء الرئيسيه للمسقاب. تعالوا مع بعضنا كده نشوف فيديو بسيط هيوضح لنا ازاي ان احنا نبدا نستخدم الشنيور اليدوي. وبالمناسبه انا بدي لحضرتك اكزامبل او مثال ازاي نستخدم المسقاب اليدوي مع بعضنا كده، ونركز ونشوف الحركه اللي بتتم، هل بيتحرك في اتجاه عقارب الساعه او ضد اتجاه عقارب الساعه. طب المسقاب ده، رغم صغر المسقاب ده، اللي انا هقول لحضرتك كالمعتاد نعرف المكونات اللي عندنا ايه. انا عندي هنا الظرف، ده الترس اللي موجود عندنا اللي بيستخدم في مجموعه الاداره، ده المقبض بتاع التحريك، ودي يد خشبيه مصنوعه من ماده معينه اللي هي الخشب بذات مواصفات خاصه، وده الظرف اللي عرضنا لحضراتكم هو دلوقتي عليه، والمفترض بتمسك بايد وتلف الظرف بايد عشان تثبت في مين؟ الله ينور عليكم، عشان نثبت يا مستر اداه القطع اللي موجوده عندنا في الثقب ده. طيب يبقى بنحرك عندنا في اتجاه عقارب الساعه عشان نفتح مين يا اولاد؟ عشان نفتح الظرف. وعندنا بنطتين، نلاحظ لو حطوا بخشب لها بنطه معينه، لو حطوا بستيل لها بنطه معينه، لو حطوا بلاستيك لها بنطه معينه. على سبيل المثال هنركب دلوقتي البنطه، ولابد من تركيب البنطه باتجاه مستقيم يا اولاد حتى لا تكسر البنطه. بص كده، بص كده قدام حضرتك في الكادر اللي قدام منك ده دلوقتي. بنبدا نربط الظرف، ونلاحظ المسافه المسموح بيها للخروج من الظرف. بعد كده هنضع المسقاب بشكل مستقيم على القطعه المطلوب تقبها، ونلف واحده واحده كده زي ما شايفين الشغل قدام مننا، واتحرك باتجاه عقارب الساعه. ولاحظ حاجه، كل ما القوه بتبدا تزيد، القوه دي بتبدا تزيد اثناء الضغط فقط، اثناء الضغط فقط. لما حضرتك بتبدا ترفع من الثقب اللي عندك بعد انتهاء عمليه التعب، بتكون القوه خفت مع حضرتك. نلاحظ مره ثانيه، اذا تطلب ضغط عالي فمن المرجح ان تكسر البنطه. يبقى حضرتك بتشتغل واحده واحده كده، تخلي حضرتك حساس وحضرتك بايه بتشتغل. بتختلف ايضا
الاسلحه دي او بنسميها الادوات دي باختلاف نوع المعدن، بس احيانا يكون عندي ماده معينه مش البنطه ما هتنزلش فيها مباشره، فانا بعمل عمليه تذنيب او بنسمي افتح بس زومبا معينه زي ما الراجل بيعمل قدام حضراتكم كده، بحيث تقبل مني التقب، يعني البنطه لما تيجي تتقب ما ترحلش. بص بص بص، هو عمل طبعه صغيره خالص في المنتج، لما يجي يمسك الشنيور اللي عندنا ويتقب موجود عندنا، اهي بص بيتها فيها هيت، وتسهل معاه خروج البنطه. فين يا اولاد؟ خروج دخول البنطه في الريش. طيب واحد بيقول لي يا مستر محمد هو هنا مفيش تدريج للقياس، فرضنا انا عايز انزل ثقب 5 مللي، هقيس 5 مللي على طول البنطه وبعلامه صغيره خاصه بماده ما والزق لحد الخمسه. بص بص، وقف هنا اهو، وقف عند البدايه، ده التدريج لو انا عايز احل حته التدريج اللي موجود عندنا. يبقى انا براعي كويس جدا جدا التركيب الصحيح لاتجاه النشر قدام حضراتكم. يبقى كده عرضنا لكم ازاي ان انا ابدا اركب سلاح سلاح او بنسميها اداه القطع اللي موجوده عند حضراتكم. طيب تعالوا مع بعضنا كده نشوف المساقيب الاليه. عرضنا لحضراتكم في الفيديو البسيط اللي شفناه قدام حضراتكم على الكادر، ولابد من استيعاب الاجزاء اللي بنعرضها لحضرتك. طالما هتشتغل عمليه تاب، انا قلت لحضرتك حسب نوع العمليه اللي هتقوم بيها، حسب اختيار نوع البنطه، او حسب اختيار الديامتر اللي هتشتغل بيه، حسب استخدام اداه التقب نفسها. يعني انا لو هشتغل على مشغولات خشبيه، لو انا هشتغل على مشغولات بلاستيكيه، انا عندي الاداه المناسبه ليها. وقلت لحضرتك، عرضت لحضرتك عرض تفصيلي ازاي نبدا نستخدم تلك الاداه. بس قبل ما تستخدمها جميل، اعرف المكونات بتاعت الاجزاء دي ايه، وبتشتغل ازاي، وازاي نقدر نحل المشاكل لو واجهتنا واحنا بننفذ عمليه التقب بالاداه اللي سبق عرضها على حضراتكم. نرجع بحضراتكم مره ثانيه عشان ما نروحش بعيد للتصنيف الثاني والاخير من المساقيب. عندنا المساقيب الاليه، في عندنا انواع كتيره جدا جدا للحصر من انواع المساقيب الاليه، وبتختلف يا اولاد باختلاف الاعمال المراد تنفيذها. اول حاجه زي ما شايفين قدام حضراتكم دلوقتي، عندي مسقاب يسمى مسقاب الطاوله او التزجه، والمصطلح ده حضرتك هتسمعه كتير جدا. مفيش ورشه النهارده في مجال مهنه الصناعات الميكانيكيه بتخلو من مسقاب التزجه، بل هناك مصانع بتعمل في مجال غير مجال الميكانيكا ايضا عندها المساقيب الخاصه بمسقاب التزجه. يبقى اول نوع عندنا مسقاب اسمه مسقاب الطاولة أو مسقاب التزجة، عندنا نوع آخر يسمى المسقاب الدوار أو المسقاب القائم، وعايز حضرتك تركز في الكلام ده، وهقول لك دلوقتي إحنا ليه بنقول عليه قائم؟ ليه بنقول عليه مسقاب تزجة؟ ليه بنسمي مساقيب متعددة المحاور؟ لازم تشغل دماغ حضرتك شوية قبل ما أتكلم معاك، اعمل لنفسك شوية كده عصف ذهني وقول لي يا مستر محمد حضرتك بتقول لي مسقاب تزجة، طب أنا عندي في الورشة بتاعتي تزجة، هل مسقاب التزجة ده سمي مسقاب تزجة لأن بيتم تثبيته على تزجة؟ بقول لك رائع، وكلام حضرتك أكثر من رائع، فعلا يا أولاد أنا عندي مسقاب التزجة ده سمي مسقاب التزجة لأن بيتم تثبيته على تزجة. طب إيه التفاصيل يا مستر؟ بقول لك لا يا جميل، هقول لحضرتك التفاصيل بعد ما أعرض لحضرتك الأنواع وأدخل معاك على مين؟ على مسقاب التزجة. بس بقول لحضرتك في مفاجأة بعد السلايد اللي هعرضها لحضرتك، وهي إزاي تجمع بقى مسقاب التزجة. إيه رأيكم في المفاجأة دي يا أولاد؟ تعالوا مع بعضنا نراجع مع بعض مرة تانية المساقيب الآلية. عندنا مسقاب طاولة ليسمى مسقاب التزجة، عندنا مسقاب آخر يسمى المسقاب الدوار أو المسقاب القائم، عندنا مسقاب آخر اسمه مسقاب متعدد المحاور، متعدد المحاور، وهقول لحضرتك دلوقتي طالما متعدد المحاور، بص مش هقول لك، خليك معايا. طيب عندنا مسقاب تاني اسمه مسقاب متعدد الرؤوس، هقول لحضرتك ليه سمي مسقاب متعدد الرؤوس بس مش دلوقتي عشان تفضل معايا في الحلقة ما تروحش بعيد. طيب عندنا آلة تانية اسمها آلة الثقب الرقمية، وكده خلصنا معظم أنواع المساقيب، عشان كده هنرجع للمفاجأة اللي هنعرضها لحضراتكم. خليك معايا مرة تانية، مسقاب الطاولة، المسقاب ده انا قلت لحضرتك الشكل اللي قدام منه هوت ده الشكل اللي موجود في معظم الورش بتاعتنا في المدارس الصناعية او في سوق العمل. بالنسبة لمين يا اولاد؟ بالنسبة لمسقاب الطاولة او مسقاب التزجة. حلو، واحدة واحدة كده مع بعضنا.
بيركب المسقاب ده عادة على حاجة بنسميها تسجة العمل. التسجة ديت فين يا أولاد؟ رائع، التسجة دي موجودة في الورشة أو في القسم عندنا يا مستر. طيب التسجة ديت يا أولاد إحنا بنركب عليها إيه؟ بتقول يا مستر محمد التسجة دي خاصة بأعمال التشغيل اليدوية. بمعنى إيه يا أولاد؟ يعني يا مستر محمد ممكن أركب منجلة عليها، رائع. يعني يا مستر محمد ممكن أجيب زهرة وأشنكر عليها، أكثر من رائع. يعني يا مستر محمد ممكن يكون عندي تسجة صغيرة وأركب عليها مسقاب التسجة، أكثر من رائع يا أولاد، الله ينور عليكم. طيب إذا يركب مسقاب الطاولة ده أو مسقاب التسجة عادة على تسجة العمل، وبتشكل قاعدة المسقاب. بص يا جميل، طالما قلت لك تشكل قاعدة المسقاب، إذا من أهم مكونات المسقاب وهي القاعدة. واعرف معايا المصطلحات دي دلوقتي على أساس لما حضرتك نجيب لك المتقاب ده متقفل في كرتونة جاي من المستورد أو جاي من عملية تصنيع متقفلة، إزاي حضرتك تقدر تجمع المتقاب ده؟ هو أنا ممكن أجمع المتقاب ده يا مستر محمد؟ هيفيدني في المدرسة التجميع؟ بقول لك بص يا جميل، حضرتك لما تيجي تتخرج لسوق العمل هتقول لي واحد تعالى لواحد معين كده او فني متخصص تعالى جمع لي المتقاب ده، اعتقد يبقى اذا الامور فيها خطأ ولبس بالنسبه لي. انا كصاحب مهنه، انا كطالب او كخريج بمتهن مهنه معينه وبلتحق لسوق العمل، لابد ان تدرك آلية العمل وتجميع وفك تلك المعده اللي حضرتك هتستخدمها. والا بقى ما تبقاش زي ما بنقول كده سواق عربيه وحصل ترك لحضرتك في الطريق ووقفت جنب السيارة. ليه؟ لأن أنا عندي بس كليبس الكهرباء اتفصل ومش عارف هو جاي منين ورايح فين. لكن حضرتك لو اتبعت نفس المنهج يبقى حضرتك مش صاحب مهنة، يبقى حضرتك بس زي ما بنقول ايه هتشتغل على المتقاب هنتقب تقب وبس. طب فرضنا حصلت تركه معينه في المتقاب اللي حضرتك شغال عليه، هتعرف تحل الاشكاليه دي؟ طب فرضنا قلنا السوق بيبدا يتغير والمتقاب اللي عند حضرتك جاب عليه الزمن وبدانا نستحدث متقاب تاني بس متقاب تسجى بامكانيات تانيه، هل لما حضرتك تبدا تنزل تشتريه من السوق هتعرف المواصفات اللي حضرتك عايزها؟ هل حضرتك لما تبدا تجيب المتقاب ده وتبدا تجمعه عندك هتقدر تجمع المتقاب ده؟ اجمعه يا مستر محمد من خلال معرفتي باهم الاجزاء المكونه للمسقاب اللي هستخدمه. يبقى نرجع بحضراتكم مره تانية سريعا لمسقاب التسجه، وقلنا لكم بيتركب من قاعده موجوده في اسفل الشكل اللي قدام حضراتكم اهوت. تشكل قاعده على هذا المسقاب اللي بنسميها طاوله عمل خاصه، حيث يمكن تثبيت قطعه العمل، خلينا نتكلم كده بالبلدي، حيث يمكن تثبيت الشغله اللي حضرتك هتنفذها مباشره عليه وبيتم تثبيتها عليه. يا مستر هل هسيبها كده واتفرج على الخامه؟ لا يا جميل، ممكن تركيب منجله تثبت بيها الخامه اللي موجوده عند حضرتك دي، والمنجله دي بتكون متثبته او قاعده على القاعده اللي موجوده عند حضرتك. والقاعده يا مستر محمد هيتم تثبيتها؟ ايوه يا جميل، القاعده اللي حضراتكم شايفينها دي هيتم تثبيتها. حلو قوي. طيب بقول يا مستر محمد الحركه هنا هتجيني منين؟ بقول لك مش هجاوب على حضرتك الا لما تبص على الكادر اللي قدام منك دلوقتي. بس هتبص فين يا جميل؟ بص لي هنا كده دلوقتي، بص لي كده على المحور اللي احنا بنسميه محور الدوران. محور الدوران ده انا بتقب، وركز كده معايا واحده واحده، انا عندي القاعده والقاعده دي ركبت عليها منجله، المنجله دي هثبت عليها الخامه او المشغوله بتاعتي. المفترض ان انا بنزل باداه القطع لتحت، بلاش كلمه لتحت دي، هنقول راسي الى اسفل. راسي الى ايه يا اولاد؟ حلو، راسي الى ايه؟ راسي الى اسفل، وراسي الى اعلى. يبقى راسي الى اسفل لما اجي اعمل عمليه تاب بنسميها قطع، وراسي الى اعلى لما يتم الانتهاء من عمليه التاب. يبقى بنقول لحضرتك الحركه الرأسيه وعايز حضراتكم بقى تقولوا لي عليها دلوقتي، الحركه الرأسيه هتيجي هنا منين يا اولاد؟ هتكون عندي باتجاه محور الدوران. محور الدوران ده فين يا مستر محمد؟ محور اللي راكب عليه الظرف. حلو كده؟ فين الظرف يا مستر؟ الظرف اللي موجود اهوت، اللي راكب جوه الظرف اداه القطع اللي موجوده عندي اللي احنا بنسميها التوب، اللي احنا بنسميها البنط، سوري، اللي بنسميها البنط. تاني واحده واحده. انا عندي متقاب تسجه زي اللي قدام حضراتكم. المتقاب ده له قاعده. القاعده دي متثبته في الارض. حلو. القاعده دي بنجيب منجله تتحط فوق القاعده. عشان ايه يا مستر؟ عشان لما نيجي نعمل عمليه تقب في مشغوله معينه نربط المشغوله في المنجله. حلو. طب الحركه بتنزل ازاي؟ الحركه عندي بتكون حركه راسيه باتجاه محور الدوران. محور الحركه الوحيده اللي يمكن الحصول عليها لاتمام عمليه التقب هي الحركه الراسيه.
يعني ايه؟ يعني ايه يا مستر محمد؟ يعني ما ينفعش تشتغل افقي عشان تعمل ثقب راسي. يعني اذا الحركه الوحيده التي يمكن الحصول عليها من المثقاب بصفه عامه هي الحركه الراسيه. الحركه الراسيه دي اللي جايه من محور الدوران اللي راكب عليه الظرف اللي راكب عليه البنطه او اداه. بيقولوا لي يا مستر محمد حضرتك كده شوقتنا من شويه، قلت لنا ان انا هعرض لحضراتكم مكونات متقاب التسجه وهقول لكم عشان لما تيجي تتوجهوا لسوق العمل تبقى فاهمين هيتجمع ازاي. بقول لك يا جميل تعالى معايا سريعا وبص على السلايد اللي هنعرضها لكم ونقول لكم متقاب التسجه ده هيتم تجميعه ازاي. بص لي كده المكونات انا بسردها قدام حضرتك كده، تأملات ذاتية، ودي المفاتيح الرباط اللي انا هبدأ اربط بيها. وبص كده الظرف واللقم اللي موجود عندك والطاولة اللي يمكن تركيبها هي بحيث ان انا ممكن اثبت عليها مشغولات. بص 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 كده، وهقول لحضرتك مفاجأة في نهاية الفيديو ده، هقول لحضرتك مفاجأة. بص كده للقعدة والقائم الرأسي، انا باخد لحضرتك نموذج مصغر، نموذج مصغر. انا هنا بربط العمود القائم اللي موجود عندك، بنسميه عمود قائم، بيتم تثبيته في القاعده هيت وبواسطه مفاتيح الالنكهات اللي موجود عند حضرتك. تاملات ذاتيه يا اولاد، ولا اروع ولا اجمل من المهن الميكانيكيه في الشغل بتاعها ده يا اولاد. بص كده الراجل هنا بيقول لك عندك هنا تدريج، عندك هنا تدريج بيمكن امالته شمال ويمين حسب ضبط الزاويه اللي حضرتك عايزها. يعني يا مستر يعني حسب الانطباق، لازم تكون متصفرة عشان نضمن اتزان واستواء أداة القطع. بص كده انا عندي اهو هفكها سنه اهي، وده التدريج. التدريج ده جميل على اساس لما تيجي حضرتك تقول انا عايز اعمل ثقب سي مثلا غير نافس 5 مللي، انزل بالتدريج من هنا بفك الايادة اهي. بص كده على اساس لما حضرتك تبدا تجيب المنتج ده في الكرتونه بتاعته متغلفه تقدر تشتغل الشغل ده وتجمع المتاب بتاعك. بينزل على الدليل اهو لليمت معين وحد معين، تثبيت معين، مسافة معينة. على فكرة طالما وقف معاك كده يعني بيطلع وينزل، بيطلع وينزل. ركزنا في الكلمة دي، يعني أنا بقدر أتحكم في الارتفاعات والانخفاضات. بص 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 هنبدأ نثبت بالصواميل بتاعتنا بالمفاتيح الالنكهات اللي موجودة عندنا. بص يا جميل تأملات ذاتية يا أولاد، إيه الجمال ده؟ بص كده الراجل المفترض يبدأ يعمل إيه دلوقتي؟ مسك اليد، اليد اللي حضرتك هتبدا ترفع وتنزل بيها اداه القطع اللي موجوده عندك، بيربطها بسن القلاوظه اهوت. وخلي حضرتك كده سنس معين كده يخليك حساس مع الحاجه اللي حضرتك بتبدا تجمعها. ركبنا بدل ما كنا بنركب منجله ركبنا طاوله كامله اهيت على القعده. بص 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 شوف هيثبت منين؟ بص لي الجزء ده بيبدا الراجل يثبت عند اهوت، بيبدا او الفني بيبدا يثبت الطاوله اللي المفترض انا بوسائل التثبيت المختلفه اقدر اثبت مين يا اولاد؟ اقدر اثبت المنتجات او المشغولات بتاعتي عليها. نلاحظ مع بعضنا كده، شوف كده الراجل بيعمل ايه؟ هو عايز يعمل ايه هنا؟ عايز يثبت القاعده فين؟ في القاعده الرئيسيه اللي موجوده عندي بالمسامير والصواميل بتاعتها الخاصه بيها. دي شغل الحاجات دي كلها والمكونات دي بتكون جايه مع المتقاب اللي المفترض حضرتك بتبدا تثبته عندك في القسم او في الورشه ان شاء الله لما حضرتك تبدا تتوجه لسوق العمل. نركز مع بعضنا، بدانا الشكل العام بدا يتضح من التجميع، قاعده جمعناها، طاوله ركبناها، القائم ركبناه، اليد اللي بنستخدمها في رفع او خفض اداه القطع يتبقى عندنا ايه؟ بص كده جميل الطاوله اللي موجوده عندك. بص الراجل عايز يقفل ايه؟ بص لي هنا كده عايز يحط اللقم اللي موجوده دي على اساس لما اجي اركب مين يا اولاد؟ رائع، الله ينور عليكم، على اساس المستر محمد لما نيجي نركب الظرف. طب الراجل هنا ما هيركبش ظرف، بص بيفكر لبضع ثواني، عايز يعمل ايه؟ ركب الاول الاداه اللي احنا بنسميها المنجله اللي انا هثبت عليها مين يا اولاد؟ الخامه، ايه الجمال ده يا اولاد؟ بص لي كده، بص كده بص على الكادر كده، بيبدا يعمل عمليه اتزان في المجاري، وهيثبت عندي المنجله على مين؟ ملاحظين هنا ايه؟ هيثبت المنجله على الطاوله او على الصينيه اللي موجوده. بص وسائل التثبيت، بص بص للجزء ده، ايه الجمال ده؟ عندي هنا دلوقتي المنجله اللي موجوده قدام حضراتكم دي بيبدا بوسائل التثبيت المختلفه بيثبت المنجله في المجاري، ودي حره يا اولاد. يعني حره يا مستر محمد؟ يعني انا اقدر اجيبها شمال واقدر اجيبها يمين حسب وضع عمليه التقب او حسب الحاله او العمليه اللي انا هقوم بتقبها.
بيبدأ يثبتها برضك على أساس يضمن الاتزان، على أساس يضمن الثبات، بالتالي بيترتب عليه جودة في عملية إنتاج الثقوب على مثقاب الطاولة أو على مثقاب التسجة. وهي بالمناسبة هنا هتكون حرة لو حبيت حضرتك تفك المسامير دي تنقل شمال أو يمين حسب الاتزان اللي موجود عندنا. يتبقى مفاجأة دلوقتي الراجل هيعملها لنا هنا يا أولاد. المعتاد إن أنا لما باجي أركب في الظهر اللقم اللي موجودة عندي دي بركب ايه؟ بص كده بركب ظرف، الراجل هنا هيركب شنيور، ايه الجمال ده يا ولاد؟ يعني عايز اقول لحضرتك هناك وظائف اخرى كثر لاستخدام متقاب التسجة. المعتاد ان انا بيكون عندي ظرف واركب فيه البنط، الراجل هنا عايز يركب دريل من نوع خاص، بص كده بيبدأ يظبط، بص 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 عندي هنا دريل من نوع خاص بيبدأ يتم تثبيته فين يا اولاد؟ في اللقم او في الفكين اللي حضراتكم شايفينها دي. بص كده معايا، بص كده وابدا اثبتها، بس خليك حساس في الرباط وحضرتك بتربط. ثبت الشنيور. المعتاد بيقول يا مستر محمد المعتاد عندنا كنا بنثبت لقمه الظرف وبنثبت فيها البنطه اللي عندي. لا بقول لك يا جميل، المتقاب اللي عند حضرتك ده او الشنيور او الاداه التقب الخاصه دي لها ظرف، وطالما ظهر لها ظرف هنبدا نثبتها فين؟ هنبدا نثبتها في اداه التقب اللي موجوده قدام حضراتكم دي. بص كده، بص كده معايا، ركز شويه معلش، ونشوف هنركب اداه القطع هنا ازاي، وازاي نقوم بعمليه التقب اللي موجوده. ولاحظ التدريج اللي موجود على المنجلة ده، التدريج اللي حضرتك بتقدر تظبط عليه المسافات البينية الخاصة بالثقب اللي قدام من حضرتك. بس أهم حاجة في احتياطات السلامة والصحة المهنية عند تثبيت الجزء ده، حضرتك تتأكد وتتيقن تماما إن تم التثبيت بطريقة أكثر، يعني بطريقة آمنة. بيبدأ يحرك، بص كده أنا عندي اليد دي أهي واحدة واحدة، بص كده جميل اليد دي اهي، بس طبعا عشان هو العرض هنا عرض محاكي فما ثبتش القاعده اهي. بص كده اهي دي اليد اللي من خلالها بقدر احرك طول واحرك عرض. ايه الجمال ده يا مستر محمد؟ يعني المتقاب ده الصينيه اللي قدام حضراتكم دي بتتحرك طولي وتتحرك عرضي. ايوه يا جميل، بتتحرك في اتجاه اكس وتتحرك حركه عموديه في اتجاه واي. الله ينور عليكم، ممتاز. نبص كده، كده ضمننا الحركه الطوليه وضمننا الحركه العرضيه للمتقاب، ودي اليد اللي من خلالها هقدر انزل، وده كابل الباور اللي موجود عند حضرتك. دي حاله خاصه جدا 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 لاستخدام متقاب التسجه اللي المفترض حضراتكم كلكم بتبداوا تتابعوه وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. بص بص يا جميل، ثبت، بص نزل عند اهوت وبقوم بعمليه التاب. ايه الجمال ده؟ من خلال البنطه اللي موجوده عندنا واللي تم تثبيتها، بل واللي حل محل الظرف، ظرف شنيور او ظرف اداه التاب المختلفه تماما. بص كده للشكل العام قدام من حضراتكم، وده الرايش ودي المنجله. كده بكده يا اولاد الفيديو اللي عرضناه لحضراتكم ده، وده التدريج، التدريج اللي انا ببدا اعرضه لحضراتكم. اعتقد ان احنا كده وضحنا لحضراتكم متقابل التسجه، وقلنا لحضراتكم مكوناته ايه، وشفنا ازاي بنبدا نجمع المتقاب ده. شغل ولا اروع ولا اجمل من العمل ده. عشان كده بقول لحضرتك حب المهنه بتاعت حضرتك، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، حب مهنتك، اتقن مهنتي الخاصة بيا تمام، بحيث لما ابدا اتوجه لسوق العمل يبدا يستقبلني سوق العمل ما يرفضنيش. ولو حضرتك هتستثمر في قطاع خاص، لو حضرتك هتستفيد من توافر الفرص والامكانيات اللي بتوفرها لنا الدولة كطلاب تعليم فني في المشاريع الصغيرة، تقدر تقف على رجلك، تبدأ تفتح مشروع ولو مشروع صغير تبتدي العمل عليه. عرضنا لكم عرض محاكي لتجميع متقاب التسجة، عرضنا لكم عرض محاكي لآلية العمل على متقاب التسجة. وسريعا نروح بحضراتكم للمثقاب القائم الثابت، وده بيثبت يثبت مباشرة على أرضية الورشة وبيحتوي على بلاطة عمل. إذا بص يا أولاد، قبل ما أعرض لحضراتكم آلية العمل، ركزوا معايا بقى في دقيقتين عشان هبدأ أجمع لحضراتكم أنواع المتاقيب كلها دفعة واحدة. عشان حضرتك تركز، طالما اختلفت زاد الحجم، زاد حجم المتقاب واختلف حجم المتقاب، فبالتالي بتزداد الاوبشنات بتاعته، يعني بتزداد كفاءه المعده اللي قدام حضرتك، وبالتالي بتزداد كفاءه المحرك الكهربائي اللي موجود عند حضراتكم. بالمناسبه السير ده عند عدد المجاري اللي موجوده في الطاره دي بيتحدد بناء على عدد المجاري عدد السرعات. يعني يا مستر محمد، يعني انا لو عندي 2 مجرى 3 مجرى يبقى 3 سرعات موجودين عندي، ونركز في الجزئيه دي كويس جدا. عندي ايضا
المثقاب الثابت ده اللي عرضناه لحضراتكم، المثقاب الدوار ده بيتكون نفس الكلام. بص، طالما دوار يبقى بيتحرك شمال او يمين بالنسبة لإجراء عملية التاب. عندي آلة التاب المنزلقة وعرضناها لحضراتكم، دي طالما آلة التاب منزلقة يبقى آلة بتستخدم للأقطار الكبيرة جدا جدا، بحيث يمكن التحكم في ارتفاع رأس المثقاب بواسطة ذراع خاص، أرفع أو أنزل حسب الاحتياج بتاع عملية التاب. نرجع بحضراتكم سريعا لآلة التاب متعددة المحاور، وطالما قلنا لكم متعددة المحاور يعني إذا يمكن إنجاز عدة ثقوب مختلفة في وقت واحد. يعني يا مستر محمد ممكن نقوم بأكتر من عملية؟ أيوه، ممكن حضرتك تقب وتركب أداة على محور آخر، تقوم بعملية برغلة، ممكن تبرغل على محور معين وتركب تخويش على محور معين. إذا عشان كده بنقول له اسمه متعدد المحاور، يعني يمكن إجراء أكثر من عملية على المتقاب ده. المثاقيب متعددة الرؤوس أيضا دي بتستخدم لما اكون حضرتك شغال على خط انتاج بتحتاج لعمليات متسلسله. يعني ايه يا اولاد؟ يعني انا هتقب ومطلوب مني ان انا اوسع تقب، ومطلوب مني ان انا اعمل عمليه برغله، ومطلوب مني ان انا اعمل عمليه تخويش، بركب على كل راس من الرؤوس دي المهمه او المهمه او الاداه او العمليه اللي انا عايز انفذها بالنسبه للمثقاب متعدد الرؤوس. واخيرا المثاقيب اللي هنعرضها لحضراتكم دلوقتي هي المثاقيب الديجيتال او الرقميه اللي احنا بنسميها مثاقيب السي ان سي، ولكن احنا كطلاب في الصف الاول الصناعي ما بندرسش المثاقيب الديجيتال او الرقميه او مثاقيب السي ان سي، ولكن بصفه عامه اعزائي الطلاب تناولنا مع حضراتكم على مدار ساعه كامله، وبشكركم جزيل الشكر على متابعتكم الجيده ليا في الحلقه دي. تناولنا مع حضراتكم الثقب ما له وما عليه من مصطلحات هامه جدا، ما له وما عليه من انواع والتصنيفات الخاصه بالمثاقيب، واخذنا تجميع المثقاب التاسجه، وسريعا وقتنا بيتسرق مننا. بكده تكون اعزائي الطلاب وقت حلقتنا انتهى النهارده، على امل موعد ولقاء يتجدد بكم دائما وابدا. اترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.